السلام عليكم أيها المتتبعين الأوفياء للمنبر 24. فبمناسبة عيد المرأة اليوم نحن هنا نتواجد عند سيدة تعتبر رمزا للعطاء ورمزا للتضحية. هي السيدة إيمال إدريسي، فنانة مناضلة تحب فنها. وأولا وقبل كل شيء أرسل تحية حب واحترام وإجلال لكل امرأة كانت ولا زالت رمزا للتضحية والحب والعطاء في زمن افتقدنا فيه كل هذه الصفات. فاليوم أعزائي الأوفياء، يقال إنه عيد للمرأة، إلا أنني أعتبره ليس يوما للمرأة، فلكل يوم فهو عيد لكل امرأة وفية ومناضلة. سيدة إيمان، ممكن أنك تكلمي لنا تعرفينا أكثر على رأسك؟ أولا مرحبا بكم والسلام عليكم متتبعي الكرام. شكرا للمنبر 24 على الالتفاتة. معكم إيمان إدريسي، ممثلة تلفزيونية سينمائية مسرحية قنيطرية من أصول مولاي دريد زرهون. شان نقدر نقول لك على راسي من غير أنني كنعشق كل ما هو فن، وما نقدرش نقول لك إيمان إدريسي، نقدر نشوفها بعيدة على كل ما هو فن وكل ما هو جميل. هذه إيمان إدريسي باختصار، أم لثلاثة الوليدات، باقي أنا عارفة عندك بزاف الأسئلة وانتي غادا معي بشوية بشوية. السؤال الأول اللي قدو أننا نطرحه عليك واللي هو اعتيادي، تكلمي لينا على البداية ديالك، كيفاش بديتي في المجال الفني؟ نقدر نقول لك شاهم كاين جوج بدايات، بداية عارفها أنا بوحدي والبداية اللي عارفينها الناس كاملين. البداية الأولى ديالي اللي أنا عرفت راسي، يعني من صغري، من صغر كاع وأنا بقى بنت صغيرة كنت كنعشق يعني التشخيص، يعني كتلقيني بوحدي في الدار كنفرح بزاف ملي كيخرجوا مالي الدار يخليوني بوحدي، يلاه تخرجي لا غير خليني. علاش؟ على أساس باش أنني غادي نجلس مع المخاد ونشخص، كنألف سيناريو من دماغي، وتلقيني كنبكي، تلقيني كنضحك بوحدي في الدار غير مع دوك يا إما المونيكات ديالي يا إما هي مع المخاد، كنخلق واحد الشخصيات واحد العالم خاص بيا. بقيت على هذا الحال حتى وصلت للثانوية. مباشرة من دخلت للثانوية احتضني النادي ديال المؤسسة اللي قريت فيها، اللي هي مؤسسة ابن الطفيل إدريس الأول، كيسميوه بإدريس الأول. احتضنوني الأساتذة اللي كانوا مشرفين على النادي، على الفرقة، الأستاذة أمينة إسحاقي، الأستاذ عبد الإله الشليح. هاد الناس اللي ما نقدرش أنني ننساهم أو ننديباسيهم، لأن كانوا هما اللبنة الأولى، هما الأساس. من خلالهم عرفت الخشبة، من خلالهم تلاقيت مع الجمهور، كان عندي عرفت الجائزة، لأن أول جائزة كانت تحصل عليها إيمال إدريسي من خلال المهرجان الجهوي الثانوي. كان في هذا المهرجان توجت بجائزة أحسن ممثلة على مستوى الجهة، فهنا عطاني واحد الشحنة، واحد يعني واحد نقطة انطلاقة لا بأس بها. من بعد ما خديت البكالوريا ديالي كان عندي شغف يعني كبير انني ندير المعهد العالي. الاب ديالي سمحه الله ورحمه الله، ابا يعني قال لا مستحيل. كان في ذاك الوقت ما يعني الناس ما كتفهمش شنو هي غتقراي الفن، غادي تتخصصي في الفن. رغم ذلك ما وقفتش، ما قريتش حقا في المعهد العالي، ولكن كانوا عندي مسرحيات هذا احترافية مع فرق احترافية، نالت الدعم. هذا الشيء كنهضر في البدايات. أول تليفيلم ديالي كان يدوز في التلفازة في 2000 على ضفة القلب، هو يعني كان في 2000 تقريبا. من بعد ونخليك تزيدي تسولي شي سؤال. هادو تقريبا البدايات، يعني اول ما عرفت تعرفت على الجمهور، اول ما بديت نتلاقى
واخا شكرا جميل جدا. شكون هما كبار الفنانين اللي اشتغلتي معهم في الساحه الفنيه في البدايات؟ احنا باقيين في البدايات. في البدايات اشتغلت مع الاستاذ الجميل بشير عبدو في مسرحيه الوزيعه، جهاد الغوالمي، الاستاذ الاب الروحي ديالي الله يرحمه العربي الساسي، وتلة من شباب مدينة القنيطرة اللي كان افتخر بهم اليوم أصدقائي اليومنا هذا. في التليفيلم على دفة القلب الراحل عبد العظيم الشناوي، حنان الإبراهيمي، نسرين، فاطمة الدويمي، كان عمل رائع. الناس لحد الساعة باقا كتذكروا باقا كتجبدوا، وأنا فخورة أنني كنت من إحدى بطلات على ضفة القلب. كانت بداية رائعة وكانت انطلاقة جميلة. يعني من وراء هذه الانطلاقة هذه، واش كان هناك انقطاع اللي خلاك انك تحبسي شي فتره على المجال الفني؟ دابا انت عارفه والسؤال كدور لي من هنا. فعلا كان انقطاع وكان خارج على الاراده ديالي. تزوجت، وهذه يعني سنه الحياه وضروره من الضروريات. تزوجت ولدت وليداتي وكنت خارج المغرب، ما كنتش كنت دوله عربيه. فكان صعيب عليا انني في الغربه انني نكمل المسيره ديالي. كانت مسؤوليه الوليدات، تربيتهم، هذا الشيء ماشي سهل. وهو في حد ذاته انا كنشوفه يعني احنا اليوم ما نساوش اننا كنتكلموا على المراه المناضله والمراه بصفه عامه، يعني المراه اللي كتكافح. فهذا هو يعني في حد ذاته كفاح من الكفاح اللي كتقوم به اي مراه، ماشي انا فقط. يعني تربيه الوليدات راه ماشي بالامر الهين، واسره ومسؤوليه. وكان صعيب عليا انني نبعد او انني نبقى بلا حركه فنيه، بلا جمهور، بلا داك الديناميكيه اللي انا ولفت. يعني كان صعيب عليا، ولكن عزائي الوحيد كان هما وليداتي اللي كنشوفهم قدامي كيكبروا بشويه بشويه. ولكن ما يمكنش شي حاجه اللي هي مزروعه في الدم، شي حاجه اللي هي خصني كنتنفسها، ما يمكنش نبقى بلا بها. فان فوا وليداتي يعني شدوا القوه ديالهم شويه وقفوا على رجلاتهم، رجعت للساحه. وعارفك انت غاده معايا. جميل. بعد ما عدتي المغرب، واش لقيتي صعوبات باش انك ترجعي للساحه الفنيه؟ وشنو هما الصعوبات والعراقيل اللي واجهتي بما انك غبتي على المجال فتره طويله؟ يعني فعلا سؤال في الصميم، ونقدر نقول لك اول مره تطرح عليا هذا السؤال. غالبا السؤال الاعتيادي كيقول لك كيفاش رجعتي للساحه، ولكن شنو هما الصعوبات؟ عجبني هذا السؤال صراحه. اولا من هذا المنبر ما ننساش نشكر اب الوليدات ديالي، لانه هو اللي كان خدا يدي بيدي في هذيك الفتره، ولو فضل كبير يعني في حياتي الفنيه، ولكن خصوصا من بعد هذا الرجوع. يعني من رجعات ايمان ادريسي للقنيطره، ايمان الادريسي كان واحد شونجمون، لا في شكلها ولا في توجهها لا في انقطاعها. نساو ماشي غنقول لك نساوها الناس، ولكن اصلا يعني انا كنت في بدايات كنشق طريقي، يعني مازال نقول لك اسمي ما ترسخش مزيان باش نقدر انني ما نرجع نلقى كلشي باقي كيتسناني. فالصعوبات وهي انني كيفاش غادي نقدر من عندي انا نبروبوزي راسي انا في اعمال؟ ما يمكنش. يعني كما كنعرفوا كاملين
يعني الناس كيطلبك انك تشتغلي معاهم في هذه الحاله. ما يمكنلكش ماشي انت غتقولي للناس انا بغيت نخدم معكم. فنرجع لك الاب الوليدات ديالي كان دار جمعيه اللي هي لقينا يعني هذاك هو السبيل الوحيد هو اننا غادي نديروا شي حاجه ديالنا باش من خلالها نرجعوا نطلعوا على الجمهور. هو حتى هو انسان فنان مخرج مسرحي ممثل كرينا واحد الجمعيه اللي هي محترف سابو كان بديناها من مجهودنا من بديناها بنينا طوبه بطوبه بشويه بشويه دارت اسمها بقينا بدينا كنديروا اعمال ديالنا. من بعد خديت واحد الطريق ديال انني اشتغلت في المسرح المونودرامي المسرح الفردي وبدينا كنشاركوا في مهرجانات كنخرجوا خارج المغرب. الحمد لله كنتوجوا دائما بجوائز كبيره اللي كيبقى من خلالها الاسم كيتعاود هنا وهنا وهنا وهنا. ما نساوش فضل المهرجانات يعني في صناعه الاسماء الفنيه كيكون لها يعني وقع لا باس به. بدينا هكا شويه رجعنا للتلفازه من خلال برنامج الاجتماعي الحبيبه امي تقريبا في 2016 كانت اول مشاركه ليا اول حلقه في الحبيبه امي. من انا ذاك يعني من 2016 ليومنا هذا جميع المواسم او هذا ديال الحبيبه امي كيكون عندي فيها مشاركات. لسيدكم خدمت في سيدكم ديال ماشي في حالهم مع الاستاذ عزيز سعد الله خديجة أسد الله يرحمه الغريبة وطلينا على السينما من خلال العمل الجديد امرأة في الظل. هادشي تقريبا هما هادشي اللي كاين. إيمان الإدريسي اختارت واحد الجانب اللي هو مهم واللي كيف ما كنتي قلتي لنا في الأول أن الأب ديالك حرمك منه واللي هو التكوين الأكاديمي في هذا المجال. هذا إيمان بعد واحد المدة اللي هي طويلة بزاف وقطاعات وزوج وولاد قررت أنها تشق واحد الطريق اللي هو طريق أكاديمي وعلمي محض. تكلمي لينا على هذه التجربة. هذه نقدر نقول لك من ضمن الطموحات والأحلام. أنا ما كان آمنش بأي إنسان يعيش بلا هدف ويعيش بلا 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 ما ينوض ويطيح كما كنقولوا بالدارجه ديالنا. انا هذا حلم بقى عندي من الصغر يعني من شديت الباك ديالي بقى عندي حلم. حقا درت تكوين درت لافاك درت تاريخ وجغرافيا ولكن ماشي هذاك الشيء اللي انا باغا. يعني ما قدرتش نستمر ما قدرتش انني ندير حتى شي حاجه اخرى من غير داك الشيء اللي كنبغي. فبمجرد ما تعلن في جامعه ابن طفيل انه يعني تلونسا الكونكور ديال الاجازه المهنيه ديال الاجازه المهنيه للمسرح وفنون العرض كأنا اصلا كنت باغا نرجع للكليه. يعني كنت كنقول نقدر ندير علم النفس ندير اي حاجه ولكن كان دائما عندي داك الهاجس ديال ان بكالوريا قديمه خصني اول حاجه انني نعاود نجدد البكالوريا. فمن ضمن المسائل اللي كانت معكزاني الشرط اللي كانوا داروا انه ما ملزمينش بكالوريا جديده فاوتوماتيكمون ما ترددتش مشيت تقيدت في الكونكور حطيت السي في ديالي. الحمد لله كان عندي الحظ انني ندوز الكونكور الاجازه. فانا الان طالبه جامعيه في ابن الطفيل الاجازه المهنيه العام ان شاء الله عندي الاجازه. حنا من يعني البروموسيون الاولى ان شاء الله اللي غيتخرجوا من جامعه ابن الطفيل. وهكا نقدر نقول لك انني حققت واحد الحلم من احلامي اللي هو ندخل الباب الفن من الباب الفن من بابه الاكاديمي. جميل. تكلمي لينا على الاجواء ديال الدراسه الاصدقاء ديالك واش هناك يعني فارق في العمر بينك وبينهم وكيفاش يعني تقدي انك زعما تعاملي معهم. من هنا كنقدم لهم واحد الشكر كبير 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 كبير
يمكن لاول مره غادي نقوله والاول مره غنصرح به، لولا الاجازه المهنيه ولولا زملائي في الإجازة المهنية اللي هما كلهم وصغر مني في السن بزاف، ولكن كانوا كيعطيوني طاقة وطاقة وطاقة إيجابية كبيرة، لأنني السنة الأولى ديالي في الإجازة كنت مريت من مشاكل عائلية صعيبة كانت عليا بزاف، فلولا يعني حكمة الله سبحانه وتعالى وقبولي في الإجازة ولقائي بدوك الطلبة اللي هما كلهم طاقة وحيوية، أكيد كنت غادي نتهرس واحد تهريسة صعيبة بزاف. ما كنتش كنتخيل أو لما متقدروش تخيلوا مدى يعني مساعدتهم ليا بلا هما ما يعرف، حتى واحد فيهم ما عارف قداش هو عاوني، ولكن عاونوني كأساتذة وكطلبة، عاونوني نفسانيا، دعموني، عطوني طاقة، عطوني حب في الحياة، عطوني طاقة للاستمرارية، عطوني أمل في المستقبل، خلوني نتعلم منهم رغم صغر سنهم. رجعت أنا لركوف الطوبيس ندوز من التينال باش نمشي تصب عليا الشتا، نسيت معاناة اليومية والمعاناة ديالي اللي كنت فيها ذاك الفترة. تكلمي لينا على الأعمال الأخرى ديالك. الأعمال الأخرى سينمائيا 9 مارس إن شاء الله غيكون غيتبدأ في دور العرض العمل السينمائي، العمل المسرحي، أنا المسرح عندي العمل السينمائي امرأة في الظل مع المخرج الجميل أستاذ جمال بن مجدوب اللي من هذا المنبر كان عزيه في وفاة الأب ديالو. قلت لك مرأة في الظل كانت تجربة جميلة مع ناس اللي هما يعني أعطوني تجربة أخرى، تجربة جديدة مع أسماء كبيرة في المجال الفني كنا كنتعلموا منهم. مسرحياً آخر عمل لي أو أعمال كنت اشتغلت مع الأستاذ المخرج في النيش عمل تراثي ملحمي كنت تهوى، ونبقاو في المدرسة الاحتفالية عمل جديد مع الأستاذ أبو سيف والمجموعة فوانيس المسرح اللي كان قدم لهم تحية، وفخورة أنني كان اشتغل معهم في مدينة القنيطرة. عمل للأطفال، ما نسيناش الأطفال، هذا الشيء كامل نقدر نقول لك 2021-2022 عمل الأطفال، عمل منامي، عمل جميل، تأليف الأستاذ دريس طيطي، إخراج الأستاذ سعيد غزالة، وتلام شباب مدينة القنيطرة. عمل مسرحي مع الأستاذ النجم سعيد ناصري، عمل مسرحي ديو أنا وياه، عمل مسرحي مع الأستاذ مونودرامي مع الأستاذ سعيد غزالة، مي هذاك باقي ما تعرضش إن شاء الله، وتأليف أستاذ بن كيران إن شاء الله غيتعرض مناسبة اليوم العالمي للمسرح. شنو آخر؟ هادشي اللي كاين تقريبا. أما بالنسبة للتلفزيون أنا قلت لك آخر حلقات صورتها من الحبيبة أمي إن شاء الله تشوفوها عما قريب. شنو هما الصفات اللي نقدو أنها نقولو كتميز بهم المرأة؟ المرأة واحد الإنسان، واحد العنصر اللي هو سبحان الله يعني في ضعفه كتكمل قوته. المرأة واحد المخلوق بشري، يعني أنا من وجهة نظري كنشوفه قوي 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 بزاف، كتحمل الصعاب، كتحمل كثر من جهدها، وخصوصا في الوقت الراهن اللي احنا كنعيشوه ما نقدروش نكرو مجهودات المرأة. ومن هذا المنبر كنسلط الضوء على المرأة المغربية اللي هي مثال للصبر، مثال للتفاني، ومثال للعطاء. المرأة المغربية كتبقى مشرفانة في جميع أنحاء العالم كقوة، كقدرة على الصبر، كقدرة على
يعني تصدي المهام الصعبة. الحمد لله ولله الحمد، ما بقات شي حاجة صعبة على المرأة، ولكن رغم ذلك كنطلب أو كنناشد الجنس الآخر ما يحملهاش أكثر من طاقتها. يعني إلى المرأة صبرات ما تزيدهاش تحملها أكثر من طاقتها، رغم أننا ما نقدروش نعيشوا بلا راجل، ما نقدروش ننساو فضل الراجل على المرأة، ما نقدروش نقولوا أن المرأة بوحدها تقدر تدير كل شيء. فعلا تقدر تعيش، تقدر تستمر، تقدر تربي أجيال، تقدر تربي وليدات، ولكن كتبقى خصتها هي السند، حتى هي على من تعول كما كنقولوا. تنساوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.